السلام عليكم ورحمة الله. متابعي قناة شو تي في، أنتم على المباشر. نعم، مباشرة من عين حرودة بالضبط. ننقل لكم الأجواء. نعم، التدخل للدرك الملكي والسلطة الإدارية والقوات العمومية، السلطة المحلية. كاين تدخل ضد الدرك الملكي والقوات المساعده، راسها قائد المنطقه ورجال السلطه الاداريه واعوان السلطه لتوعيه الناس وتنفيذ القرار ديال وزاره الداخليه بمنع التجوال، باش الناس يلتزموا يبقوا في البيوت ديالهم رغم الامطار. كما كتشوفوا في قناه سو تي في، الامطار تبارك الله اللي نازله. رجال الدرك الملكي والقوات المساعده واقفين، انتم على المباشر متتبع قناه سو تي في. شوفونا التدخلات ديال كيف كتشوفوا متتبعي قناة سو تي في، احنا مباشرة من عين حرودة رغم الأمطار. الناس ديال الدرك الملكي والقوات المساعدة وقائد المنطقة والسلطة الإدارية وأعوان السلطة كيتوافدوا هنا. باش يوعوا الناس بخطورة هذا الداء ويلتزموا المنازل ديالهم ونفذوا القرار ديال وزارة الداخلية. كيف كتشوفوا متابعي قناة شوف تي في، انتم على المباشر من عين حرودة. التواجد ديال الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطة الإدارية وقائد المنطقة لتوعية الناس بخطورة هذا الداء والتزام البيوت ديالهم تحت القرار ديال وزارة الداخلية. التعاطف ديال الأمطار، الناس كتنفذ الأوامر.
كيف كتشوفوا بتبع قناة سوف تيفي، حنا كنتوزو في المنطقة الترابية ديال عين حرودة. هنا تجنب ديال رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطة الإدارية وقائد المنطقة وباشا الجماعة مش كيقولوا نجيبو الدور من بعيد. بارك عليك خليفة.